معنا من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي مهدي عفيفي. أهلا بك أستاذ مهدي. يبدو بأن الرئيس الأمريكي اضطر اليوم لإعادة تصريح بشأن أوكرانيا بعد أن أثارت كلمته البارحة لغطا ليس فقط في الولايات المتحدة لكن أيضا في أوكرانيا. بالطبع تحية لك ولضيوفك الكرام. في الحقيقة ما حدث أن الرئيس بايدن وجد أن رأيه بالأمس أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد تكون هذه سماح لروسيا بالدخول على أوكرانيا. الموضوع المهم الآن الذي أريد أن نناقشه، على مدى عامين لم تدفع البي بي سي أي مستحقات لنا، أين المسؤولين إدغار جلاد وتامر عبد الوهاب ومسؤولين البي بي سي؟ سنتين لم تدفع المستحقات. أنت قناة نعتذر منكم مشاهدينا وأعتذر من حضرتك أستاذ مهدي عفيفي. سنتين كاملتين لم تدفعوا المستحقات. شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي. شكرا.